تاك سيئة قوي، تاك سيئة قوي. جوارديولا شمعنا الماتش اللي فات. هو جوارديولا بس المدرب المصري الصغير، انت اسمه ايه؟ بتاع ويست هام اللي طرق علينا في اول الدوري من ايه الراشد ده؟ العيلة ده، اصل العيلة دي كبيرة قوي، العيلة دي طايلة في الصعيد خالص. الإدارة بتضغط وبتقول لي رحيم مش هيتباع ومفيش صفقات ومفيش شخصية ومفيش داعي. طب بقول لك ايه؟ نحاول نتكلم مدرب ويست هام ده. هو قال اسمه ايه؟ اسمه ايه المدرب بتاع ويست هام ده؟ ايه راشد؟ راشد هو مراش صغير، هو في السن تقريبا، هو بيدرب. بقول لك ايه؟ ما تشوفه وتقول ما نكلمه نديله رحيم ستيرلينج. ده هو اذكى من كده، اذكى من اللي بلبس في الحاجات دي. طيب هو انا يعني مش عارف اجيبها لك ازاي، بس هو في قول على طول، قول على طول. في حد محتاج ان هو انا يعني انا مش قادر اتخيل هو عقله حسبها ازاي وترجمها منين. في حد جاي يعمل معاك معايشه يستفيد من الخبرات، يعني يا ما عملوا معايشه. مين هو؟ مع ان هو انت المفروض تستفيد من خبراته نظرا للي حصل. يعني مين؟ جوارديولا جاي يعمل معايا معايشه؟ يا ريت. كلوب اكبر شويه، سير اليكس، كل دول انت كسبتهم. فينجر راجع عايز كورس تدريبي عشان يرجع يدرب. لا فينجر في البي اند، قول له انسى دخولك ارسنال خلاص، كانت حبه وانتهت. اللي محتاج يجي يعمل معاك معايشه هو مدرب مصري كويس جدا. قول لي يوسف، مش يوسف خلصت في الدوري الانجليزي، مش يوسف، مش والكناري يوسف. هبط، مش يوسف، مش انتهيت يا مش يوسف. انت مش سامعني؟ نو مور نو مور. مش يوسف، مين المدربين تاني على الساحه؟ عرفته. بالله عليك عرفته، الفقاعه رجع. لا مين رجع تحت خوضي؟ ما انت رجع الفقاعه الحقيقي بتاع اخوك. لا لا اخوك بعد عرض برشلونه جاب ورا، مش ده اللي هيجي، عايز يجي يدرب معانا. ها مش هو والله، تبقوا زي حسام وابراهيم وكده. يا عم مش هو، يبقى معايا اتنين منك يلا. يا عم مش هو، احنا توي ستوري. يا عم مش هو، واقعد اقول عمر امشي، عمرو خش، عمرو روح هات ميه، تعالى يا عموره، تبقى تحفه. الله الله. خلصت تهليل؟ رجع مزلول؟ مش هو. امال مين طيب؟ خمن، شغل مخك، شوف انا قايل لك ايه. لسه بقول لك انت خدت على خدنا على وشنا من مين. انت مش هتجيب لي بقى عامل صاحب يدرب اكاديميه روما وحاجه صعبه قوي؟ لا لا لا، ده ويقعد يزعق دي بيعملوها دي بيعملوها بالاشتراكات، ده دي هيقلب لنا الاوضه خالص. وزعيق وشخط. لا لا مش هو، لا بارتي في الاوضه، لا هتقلب حفله خالص. مش هو. لا مين طيب؟ هو واحد بس اللي موجود على الساحه دلوقتي، صغنطت وبيبني طريقه واداك على وشك وانت لسه قايل اسمه. عمر راشد بعت لي فاكس امبارح. بعت لك فاكس؟ قال انا في الطياره. تخيل الفاكس بيتبعت وفي احنا في الطياره. طياره ايه ده؟ هو في لندن، هيجي من لندن في طياره؟ اي ما هو متحركش كده. هو الواد ده غني ولا ايه؟ بقول لك يلا طايل. لا هو بيقبض كام في وسط؟ هو ايه مضحوك عليا انا ولا ايه؟ ده انا في الارسنال ما عنديش طياره. ما اعرفش، انا عارف ان هو متعاقدين معاك على سلسله تكاتك، بس هو بالتحديد جاي في طياره. جاي في طياره، جاي يعمل ايه؟ يعمل معاك معايشه انت، مع ان هو المفروض انت اللي تعمل معاه معايشه عشان هو كسبان. واد محترم، معرفش هو جاي للمعايشه ولا عايز منك مصلحه. كورتو فيها نوع من الموريسيوس غنططه. بيقولوا في الصحافه الانجليزيه بالذات في الصحيفه بتاعه ويست هام اليوم، بينزل كده في المانشيت، هما في كاتب انا عارفه في الصحيفه دي كتب عليه انه مصلحه جي. فانا معرفش هو عايز مصلحه منك ولا هو جاي كده. بص احنا نفتح باب، انا على فكره سايبه بره في المكتب، هو وصل. ما خليه مع الموريسي برضه، ما لازم يتلطع. انا طلعت له عم جد. لا 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 اديله على وشه يشوف عايز ياكل ايه. لا لا انا مش عايز ياكل ايه. واحد فهمه ان الموريسيو غير اللي انت بتشوفه على الخط، موريسيو اللي بتشوفوه في الاعلام غير الموريسيو وهو داخل كده. خوفه، عارف، اديله رهبه كده، ازقه، ازقه على الباب يخبط وهو داخل، بحيث ان هو يبقى داخل لي اصلا. هو انا بلاحظ حاجه في رجه، هو ما شاء الله على طول خدوده حمراء، معرفش ده خجل ولا تفكير. ما بيفكر فبيعرق وشه احمر زي دي بروين كده. ممكن هو كان في كان كورته فيها حاجه سكسي، بقول يمكن نفيده بحاجه. حرام نقف جنب المصريين. خلي بالك انا مش هقف جنب المصريين بس، انا هقف جنب المصريين والتوانسه وحق الناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا. عشان التوانسه، عشان الموضوع نادر بطواني بعد ما الاداره فسحته كده. انا الحلقه دي فيها صلح، انا هكلم الاسطوره ونحاول نكلمه وبتاع ونفهم عمورة ازاي يتعامل مع اللعيبة القدام، برضو نديله من خبراتنا شوية. لا معلش، هو مين عمورة؟ عمورة عمر راشد. انا
انت هو عمورة عادي، هو اي عمورة بيتقال له اي عمورة؟ انا هقعد بقى اقول عمورة، انا هقعد هو عمر انا عمورة. طب دخله وفهمه مين هو الموريس، تمام؟ عشان عندنا صفقات وعندنا اخر ليالي، وبرده الواد خليه داخل على صفقات مع وسط اهي، لازم يعرف النيجوشيشنز بتحصل ازاي، فاهم ازاي؟ يا مجد طلع لي استاذ عمر رشيد الجسمين ونشفه لي ودخله بعد اذن. هذا حبيبي. تلك جاي يعمل معايشة. شوف الشغل. لا خلي بالك. شوف الشغل. خلي بالك. تتحبك. شرف ليا مورسي مديك النظارة. ربنا يكرمك حبيبي، ربنا يكرمك حبيبي. بص بص عمر. الوضع هنا. دي هاي كوبي دي. دي هاي كوبي دي، دي من وسط البلد. دي هاي كوبي. عارفها انا دي، دي معوجة اصلا. بص. بص. يا عم بص لي. والله معوجة. عارف ليه؟ عشان انت وشك رفيع. انت وشك رفيع. اعدلها. بص لي بقى كده تاني. معوجة واخد حادثة. وكده هتكلم كده كده اتظبطت. هو بيتعامل كده ليه؟ انا مش فاهم حاجه. بص العيله دي كده، سيبهم يبعبعوا، سيبهم يطلعوا، ولكن اول ما يطلع لفوق تديله على وشه يقعد تاني. يا نتكلم مع الراجل. الراجل جاي يعمل معايا، ما تشوفش الدخليات دي كده غلط، كده غلط. يحكي لهم في وسط عياله، يحكي للدرب ياكل كل ده. انا نفسي اسال سؤال واحد. اتفضل. هو جاي ليه؟ عشان الراجل كسبنا 2-1. انت برضه راجل كسبان 2 جاي يعمل هو علشان ما نقولوش جابوش الكاميرا على وشه. حد يعمل كل حاجه برضه. معروفه حد يعمل ما هو كسبان يا موريسيو 2-1. مش عايز اتكلم، ما ينفعش تكسب. انا مش عايز اتكلم يا موريسيو، الراجل كسبان معلش شاب وبنديله فرصه. الموريسيو باني اسمه والله. الشباب دول اللي مودين النهارده. هو النهارده اللي الراجل ده لما يكسب مش هيبقى فيه مدربين. ما كان يوسف كان كده الهبط منين؟ طب ما هيهبط. عايزين نطلع عمر في السوق برضو شويه. معلاش بص يا موريسيو، طبعا انت فاهم الناس سبتلك الماتش ده بلاي كلام. اكيد طبعا ده كده. انا مش هسيبك تلعب كده. انت مش فاهم انا هنا انا مبسوط ازاي حبيبي. انا جاي اتعلم. لا هشاور بجد. تعرف تكسب الرباعيه يعني ازاي؟ هوريك السنه دي. ماشي. اتفرج عليا بحذر. ماشي. احنا في اخر ايام الانتقالات. انا دلوقتي بحضر فريق هلامي عشان افوز بالسداسيه او السمانية. طيب. لا السبعيه. مش قلت لك المره اللي فاتت ليه بقى؟ هاي ليفل تيم، شغل بيرفورمانس، شغل اناليتكس، شغل ستاتستكس، فاينانشلي. طب yes. انا عايز اقول لك اكسل. شغل اكسل ده سيبه يتكلم. اولا 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 انا مش عارف عمري بيتكلم معايا كده ليه. انا جاي هنا عشان اعمل معايشه. هو معايشه وماشي، خلي فيه ذوق. وبصراحه يا موريس انا جاي اتعلم منك وفي نفس الوقت عايز افيدك. ايه يا حبيبي؟ انا شفت بقى العبس بقى. شفت انا ما انا من الاول بقول له انا عايز افيدك. انا من الاول بقول تفيد مين يلا. يعني اديني فرصتي. معاك كام دوري ابطال؟ معاك كام دوري؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بيرشيني. ايه ده؟ بيرشيني موريسيو ماني. اقرا ما تقريهوش. لا هتقرا. ما تقريهوش. لا هتقرا. والله لا اقرا الاول انا. والله لا اقرا الاول انا. انت كاتب جوه؟ اول مره اشوف حد كاتب جوه. لا ده بيفضل جديد. ايه ده؟ هو من غير ورق ولا فكر جديد؟ هو كاتب لي جوش عشان. طب قسما بالله النضاره معوجه. طب ما دليل. ايه دليل صفقات نجاح ارسنال بالفوز بموسم السبعي؟ وده اللغه العربيه نضغط واحد ولا ايه يعني؟ مش فاهم انا. بس ده كاتب لي على اسماء. اسماء لعيبه. ايه ميسي هالاند ولا ايه؟ ايه هنرجعه النادي؟ ما توريهوش لحد. هنرجعه النادي لغايه لما الصفقه تتم. هنرجعه النادي يعني لعيب. هنرجع الاسطوره. هنرجعه النادي يعني. والله العظيم جايه فيدك في نفس الوقت جايه فيدك. ايوه بس ده سنه كبير قوي، ده من عصر الاجيال العظيمه اللي في ارسنال. لا ما تقولش باتريك فييرا. بالاثنين مش واحد. باتريك فييرا ولا المونيا وواحد تاني بقى. الناس دي واحد تاني بيركم. حاجات شبه كده يا ولاد اللعيبه. حاجات شبه كده والله. بيركم والله واحد نص ملعب واحد بلاي ميكر. ما هو باتريك فييرا كان نص ملعب. واللي قدامه التيتي هنري. اللي تحته شويه بلاي ميكر. بلاي ميكر كان مين ساعتها؟ كان مين؟ انتوا كانوا مين؟ مش يا لهوي. ايه مين تاني؟ هنرجع دول والله العظيم. انا جاي اساعدك بس دول سنهم كبير. هنعمل بيهم عمور. عارف ليه؟ ليه؟
انا سمعت ان في مشاكل في اوضه اللبس. ده حقيقي، الواد ساكا كابتن والواد لسه صغنطه، هو لا يملك الشخصيه، فبيجي يزعل اللعيبه تلاقي اللعيبه زعلت في وشه. ساكا ده يور بوي، فيبقى ماي بوي على طول، اور بوي كده كده. تعرف كده غلط كده اللي احنا بنقوله ده جدا. ما انا فاهم اوكي، بس في نفس الوقت ده عشان ده عام دوري انجليزي وكان الجوله الثالثه. مشاكل اوضه اللبس صعبه. ايوه مشاكل اوضه اللبس صعبه صح. اللي مش عايز اقول لك بس الاثنين دول هيكونوا بعكازات كده دعما للفنيات من البيت بالدنش. شخصيه اوضه اللبس صح صح، حاجه مش موجوده صح. انا وانا جاي في طياره ده في ايه الاسم الثالث ده؟ ايه بقى ده؟ المستقبل ده تقيل، ده المستقبل يا مورس. دي تقيله والله. مين المستقبل؟ الصفقات دي خارج مستوى الاداره. مين المستقبل؟ لحد يا مورس الاسم ده لو جه هتاخدوا انسو فاتي من اخويا يا اولاد اللعيبه، تبقى عظمه. خدوا انسو فاتي. اقول لك على حاجه فيها 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 تسعية. ايه ايه دي بقى؟ فيها تسعية لو الاسم ده جه. احنا ممكن نخش دوريات تانية. ايه ايه يعني ايه هننافس على ايه؟ الدوري ايه؟ بالاضافات دي ايه؟ هنلعب في الدوري التونسي؟ اي حاجة اي حاجة. وهتقعد تقول لي عيلتك كبير؟ انا عيلتي اكبر. لا ولا لا ده انا عندي اخ انت ما شفتوش. ولا التالت تاخدوه، ولا انت خدودك محمرة وانا مش عايز اتكلم. كف منه كده يا عم. انت خدودك محمرة. رايح انت مورس انت. ده احنا عيلة. نمر. انت نمر. نمر تحت امرك يا موريسيو. نمر انا ساكت تحت امرك يا موريسيو. نمر شوف يا ابني، الصفقات دي لو جت وكان ليها ناتج انا ابشرك ان انت ليك مستقبل كبير. يعني شغله اوف اسبوعي ولا ادي له حاجه؟ انا جاي هنا اتعلم. اللعيبه دي اتكلمت مع اللوكال بتاعتها بصراحه؟ اللعيبه دي جالها خبر انهم هينضموا للموريسيو وموافقين واداراتهم تمام. هم تحت رجلك دي اقل جمله اقدر اقولها لك. وي هاف 3 دايز. We have three fucking days. We have three fucking players in here. Every day, one player. شوف النظام. حدش بيتعلم ببلاش. شوف النظام. والله ما حد بيتعلم ببلاش. هو انت هتخش تجيب صفقات كده وخلاص؟ صح. هات بس ده عشان. عشان ما يشوفش. Every day, one player. Every day, millionaire. Every day, money. الإدارة هتدعم. هنخش نخلص صفقات ذهبية هتنقص. هلو. مايمن. إيه الأخبار؟ بقول لك إيه؟ في عربيه بره مرسيدس لبني عليها جنوط سبورتيف. هتلاقي معلق بالونه على التابلون. دي مش بالونه، دي البابلز بتاعت ويست هام احمر. خلاص البابلز. ايوه عليها علامه المطارق، هي عامل شواكيش كده. دي بتاعت المدرب بتاع ويست هام. هو عندنا فسيلوا العجل. احب اقول لك على حاجه. فسيلوا العجل. مأمن كل حاجه، مضاده لاي حاجه. ماشي. مدرب جديد، مفيش الكلام ده. انت ابتديت تعجبني، انت ابتديت تعجبني، وابتدى يبقى عمرو في مكانه في خطر. طيب احنا جايين عروض اعارات للواد نيكيتيا اكسبت، والواد سامبي لاكونجا اكسبت. نودي نودي يا باشا اكسبت. احنا لسه هنرجع اكسبت. موريسو الله يخليك. موريسو انت شايفني؟ حاسس ان انا شايفك بالمعوج. ما انا بقول برضو كده. في حاجه. استنى كده. طب انت كويس، عرفت بقى ان الموضوع فيك. انت عايز تخسرني الدوري ولا ايه؟ لا والله انت في ايه؟ طب البس كده تاني. موريسيو في ايه؟ موريسيو بص لي. لا استنى قبل ما تلبس، بص لي شايفني كويس. البس بقى النضاره وانت باصص لي. ايه بقى ده؟ ايه ده؟ مالك عملت كده ليه يا ابني؟ عملت كده ليه؟ هو في حاجه؟ انا هقبل العروض دي. اقبلها بقى، بس حاسب تمين منك. سيبت اوفر، ريجكت اوفر. هو انا عندي سؤال. اسال. اوباميانج مشي؟ لا لسه قاعد بنصرمه في النادي. هو ورحيم ما تعرفش تطفشه من النادي مثلا؟ انا ممكن اشتريهم انا عشان طب محترم قوي. تعال نبص على عم عمرو الصفقات. شايف مين جه يا عم عمرو؟ مين؟ عم ادواني. مين؟ ايه؟ ايتا 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 تا. طب ايتا ايتا تا ايتا ايتا تا. بدوانا اهو. والله وحشني والله وحشني. ايه ده بس؟ ايه ده؟ انا عارف ان مش ده طموحك، بس ايه ده؟ ايه ده؟ ده لعيب قديم. ده انت عايز كاركتر؟ هو ده بقول لك يا موريسيو، ده من الصفقات اللي البتاع ده مرشحها. لا بس انا بحبه، انا بحبه. ده ليه جمهور كبير في تونس. ده يا اخي ده ليه جمهور كبير. عم نادر، عم نادر ما تخليش وكيلك يوقع ما بيننا. اكسبت يا موريسيو، اي حاجه يطلبها اكسبت. انت دورك مهم. استنى بس بجد؟ بص حبيبي، في صفقات كده بتعملها للاداره، مش في يقول لك ايه جابوا سينج مين كون عشان مثلا يقوي علاقاتهم في اسيا. احنا بنجيب نادر بدواني عشان نقوي علاقاتنا بالعالم. لا جبنا محرز، جبنا النني،
لازم لازم حبيبي الحاجات دي زي ما تكون مدرب في الملعب لازم تكون مدرب بره الملعب. انت جاي تتعلم الديتيلز دي، محدش بيتعلم ببلاش مش جوه بس، لا محدش بيتعلم لا 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 لا, لا. وانت النهارده ليه بتضرب ويست هام وانا بضرب ارسنال؟ ما انت فزت عليا، ولكن الديتيلز دي هي اللي بتخليك كده. اوكي اكسبت. شوف شوف ازاي انت 47 ايه يا ابن الصرمه يا وسخ 47 انت ما انت جربوع على عشان لا تاكل فيها يا عم نادر. الله صل على النبي كده موريسيو. لا 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 اكسبت يا موريسيو. 47 ونص مش درجه 47 ابدا، مش للدرجات. لا لا الديتيلز دي تفرق، الديتيلز الصغيره دي تفرق. بص ضغطت عليه عشان يعرف ان انا ايه رقبتي فوق ايه. اوكي انا منادر برشا برشا يبقى حبيبي والله العظيم. اتفضل خش على غياراتك جوه وكل حاجه زي ما هي. اتفضل اتفضل يا عم نادر اتفضل. تلاقي محرز والشباب عرب كتر جوه. موريسيو الثلاث صفقات هنروحهم لوحدينا. لا ما تخافش يا موريسيو، مش عايزين مشاكل. موريسيو ده دراعي التالت. انا عارف موريسيو معايشة ومش عايز يا موريسيو بنتكلم حبيبي في التذاكر جد بتاعت السفر في عشان نروح نجيب الصفقات اللي بتاع ده قالك عليها. لا ما احنا عايزك تقعد تدرب اللعيبة هنا يا عم. هما تلات تذاكر انا وانت وبتاع ده. حبيبي انا محترمه عشانك موريسيو. وعلى فكره انا عرفت الصفقات. ده مدرب كبير. انا عرفت الصفقات والله. ما تقولش طيب. ما قالوا لي. لا ما انت قالوا لك غلط. لا قالوا لي يا عم. حبيبي اللي بينتشر في الاشاعات وعبد حميد والوساخه دي ده كل ده غلط. ده انا اللي مكلمني عبد حميد. الراجل شغال معايا وبيسال عم يعني. انا الراجل يعني. انا الراجل عبد حميد هو اللي قايل لي. طيب كان يو بليف ات؟ كان يو بليف؟ انت اخبار المساعدين ما عندك ايه يا كوتش؟ ايه رايك؟ اخبار المساعدين ايه؟ انا مش مصدق. هل في منتاليتي دي موجوده؟ انت المساعدين بتوعك كده؟ المساعدين ايه اللي كده؟ بقوا العماله صعب جدا. كانوا مشيوا. مش ممكن. جربت المساعدين مدربين السنغافوري. انا بيقولوا دلوقتي منتشرين وارخص من كده بكتير. افكر اجيب اتنين بدال ده طويل. لو جبت اتنين قسنطاطين كده قعدتهم جنبي واحد يقول لي موريسيو واحد يقول لي موريسيو كانت ادي عارف لما يدلكوا ممكن تركبوا دلكلي بتاع ده بيرغي بس خلاص. بص يا ابني إيه. انا هطلع دلوقتي على المطار علشان اخلص الحجوزات والطيارات وكده. تيرمينال 4. لا تيرمينال 4. لا هي تيرمينال 2 وانا عارف رخم وعارف خلاص. انا عارف ومستنيكوا في المطار. عارف خليه يقول الصفقات. قول الصفقات. الصفقة الأولى مش عايز أقول. مش عايز أقول احتراما ليك أنت. لا قول. يا اللي لسه جاي. مستحيل حد يعرف. وقع. لا أنا عارف. بص عم. هدي اللعب. موريسيو أنت عارف إن أنا دراعك اليمين والشمال وبايع أخويا علشانك. طب أنا أقول لك فمش دي هتكون جزيتي لأني قسما بالله ما يجيش واحد زي ده يوقع بيني وبينك. بص عمرو يا مستحيل. لا اسمع اللي بيني وبينك كبير. بص يا موريسيو عشان انا هنا ولا ولا أنا عمال ولا انت خدودك محمر عليا وملتهب ليا ولا انت ملتك يا موريسيو. العيله دي جت لا يلا العيله دي تعرف تعمل حاجات كتير قوي. ولا ولا انت خدودك ملتهب ليا. لا انا مش عايز اتكلم في الاخر. العيله دي كلها بتعمل ايه؟ انا مش عايز اتكلم اساسا. انت ما فيكش ضرب اساسا. انت ما فيكش ضرب اساسا. ده انت مدرب مش محترم. ده انت بص يا موريسيو انت كنت اتكلمت على الاسيستنت. هو ده طريق النجاح صح؟ هو ده اللي احنا بنحاول نعمله. هي دي المعايشه اللي الواد جاي يشوفها. انا مش فاهم. هي دي اللي احنا المفروض نوريه. يعني اكرام الضيف ايه طيب؟ اكرام الضيف ان انا استقبلك كويس. نزلتك البسين وخليت عم جاد ينشفك. اعمل ايه تاني؟ حصل. اتنشفت ولا ما اتنشفتش؟ اتنشفت. طب عايز ايه؟ وبعدين اتنشفت بشكير ووتر بروف. انا مش فيدي حاجه ثانيه اعملها. جاب لي بورنوس. طب ما بورنوس يا عم اهو. جاب لي بورنوس. طيب انا عايز اجي معاكم مطار. واولا عم جاد يا كلام. عندي سؤال. انت ايه برضه ايه اللي نزلك البسين اول ما تيجي؟ انا مش عارف. هو لقيته بيقول لي نط في البسين. ما حدش برضه ينزل البسين اول ما يعني تيجي. يعني انا ما فهمتش. قال لي خدودك حمراء الله واخد تاني. خلاص عشان خلاص عشان نهدي الموضوع ده. انا جايز نطلع احنا الثلاثه في المطار وهناكل بتايز وهيحصل. طب انا اقول لك على حاجه ونقطع الشك في البسين. جماعه الصفقه مشيت. لا لا لسه الصفقه اقسم بالله مشيت. لسه لسه لا انا دي بقى اضمنه. في دي اضمنه. انا هاجي معاكم اوكي بس مش هعمل حاجه. سيبكم اسكت. هقعد بره. نو مور يا عم. هقعد بره والله. اسمع انا هقعد بره. خشوا انتوا خلاص صفقات. واللي هيخرج او حاجه من الميتنج انت او هو يبعتوا لي على الواتساب. خلاص اخرج كعب. هبعت لك على الواتش يا باشا. كعب الام اوكي. اللي هي مضايقه كعب هو مقص بس كده. ما تيجي نروح. تعرف تتكلم تركي يعني الى حد ما؟ يقول لهم حاجه تركي كده مدبلج ولا حاجه تركي. ايه تع... يا عمي ادخل ادخل يا عمي. بدي بدي شاورما. استنى عشان ما يبقاش تتكلم. اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك. بص يا بيه موريسيو استنى عشان ما نجيب ايه. وكيلو تركي تركي وكيلو تركي. نجيب ايه بالوتيلي ولا ايه؟ مسعود اوزيل. ايه ايه
اني احتاج لقائد، اني احتاج للاعب صادق عندي، اني احتاج دعم. اوكي انا عارف انه فشل عندكم، ولكن الجمهور محتاجه، عايز كابيتانه، صح كده؟ مش هو ده الجمهور هيدعمك، الجمهور هيدعمك. ماوريسيو قلت اللبسه هتتظبط. ماوريسيو ايه في ايه؟ ايه ده؟ ده يا ابني ما ده ده, ده مات مات قبل كده 4 مرات. نجيب ايه؟ مين ده يا ابني؟ هو لونه ابيض كده، مش ميت. هو مين يا عم راشد؟ مين ده؟ احنا هناخده تاني. ما احنا هناخده فعلا، مش كده، مش عايز هناخده تاني وهندفع شويه عربي. بيفهم عربي؟ بيفهم. طب يا جدعان انت بتصور معاه؟ طيب لا اتصور معاه الاول. لا اتصور معاه الاول. طيب احنا هناخده كلنا والله العظيم. لو جه خليه يعمل كده اللي هو بيعمل ازاي كده. اه ايه دي؟ خليك تصور معاه واعمل اللقطه دي. استنى بس، هدفع فيه 6 مليون بلبل. 6 مليون خلاص، 6 مليون، وهياخد شرط الكابتن دي نقولها للوكيل. ده وافق على طول، ده شكله تهمه. اوكي الف الف مبروك. انا قلت لك مظبط معاك، كنا ندفع فيه 3 ولا ايه؟ قلت لك مظبط مظبط انت كل حاجه، انت راجل رايق حبيبي. يا سلام يا سلام، والله العظيم ما تخافش، والله العظيم الموريسيو مش امري يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. شفت بيتكلموا فعلا عربي يا موريسيو؟ انا كل مره اجي اقول لك سلام عليكم تيجي بقى يا عم انا مسعد بتاع البوفيه. الله، ازيك يا مسعد؟ في عامل ايه يا موريسيو؟ انا دايما بفتكر ان اللعيبه بتدخل السلام عليكم دي بتفرحني. لا لا لا, لا, لا انا معاك. انا شايف استاذ، هو ده استاذ مسعود اوزيل صح؟ هو مسعود. يا خرابي. كان عليه تقريبا هنا في كانتين النادي. يا مسعد برضه في انت كان عليك حاجه اوزيل قبل ما تنزل؟ لا 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 ما كانش عليه حاجه، ولكن انا النهارده في اوفر. هات له سميد بقى. معلش بس ارحب بالاستاذ اللي معاك. مين اللي معاك ده؟ ده مدرب ويست هام ده. شوف له حاجه يشربها. طيب حضرتك، احنا عندنا كوردن بلو على الجريل. اعتقد لانه حضرتك تدوق. والله العظيم لو خدت حاجه هتدفع، انا بقول لك. بس وفي بلو بيري سموزي. هو انت بتهزم من يعني في ايه يا عم؟ لازم احرجك قدام الناس. ما هنشوف يا جماعه ناخد ايه، احنا مش قاعدين في عم مسعود، مش قاعدين في النادي الفني. انت جاي هنا هتاكل وجبه من عند عم مسعد كل يوم، هيقدم لك وجبه. طبعا يعني شايفك خاسس جدا. سنه واحده نشوف الوضع عامل ازاي، لو كده نغورك في 60 ده يا مطرح ما جيت. هنضحك على الجمهور، هنقول تعاطفا مع القضيه بتاعتك ضد طبعا الصين، وشفنا الوساخات اللي حصلت معاك. 83؟ لا ده وانت يعني بتلعب في عزك ما كنتش تاخد 83، فيعني نقول 82. طيب ممكن اقول لك على حاجه؟ ايه؟ حط له 78 وانا هتكلم معاه على جنب دلوقتي. 73 ساينينج بونص. هو مسعود غالي برضه. بص نقول 140 يا زوز، 140. انت ماشي عليك قواضي للنادي 140، وهناخد 100 نسدد الديون اللي كانت عليك. قال لك 155 صمم هو 83 دي. طيب انا ممكن اقول لك على حاجه؟ ايه؟ 83 ولا اوضه اللبس؟ 83. انا عايز اشوف بقى حركات بقى. هات لي هنا الشغل الكيك عند الموريسيو بسرعه قبل ما يقوم. الشغل الكيك وكيكه الجزر. حاسب عليهم عند استاذ عمر مدرب ويست هام. حاسب موريسيو، شرف ليا حبيبي. الثاني على ايه؟ مين الجيل بقى الايام القديم الكاسات والكده بجد؟ باتريك فييرا كاس لوحده ده. بالله عليك باتريك فييرا. باتريك فييرا فالسيتي كان بده. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. على فكره ابتديت احبه. لا 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 لا، ده جايب باتريك فييرا او نص ملعب. رمزي مين؟ محتاجين مين؟ والله العظيم موريسيو. رمزي انت مش قلت صح الحاجات دي؟ تدعم الجمهور وتوحد البنش. كان كابتن وتوحد البنش. احنا دبس وكده والكلام ده. موريسيو ايوه موريسيو بنش يا ابني، عنده خبره وسكسي فوتبول. هو قال لنا الكلام ده. انا محتاج رمزي طبعا. ايه هدفع فيه برضو مبلغ لا يقل عن مسعود اوزيل. يعني نقول ايه؟ نقول 12. نقول 12 مليون خلاص. 12 مليون في رمزي ده طبعا حد اهطل ما يقولكش كده. يعني ايه؟ عايز الواد نيلسون. حلو، اديله 8 مليون ونيلسون. ايه رايك؟ هو اصلا عايز 4 يعني. اديله 8. ايه انت بايه في ايه يا عم؟ انا بتعلم منك. لا انت لما يقول لك رقم قليل انت المفروض تديله. موريسيو إيه؟ انا بحسبها عندي بالمصري. قلت لك خلي بالك من اللي قاعد جنبك ده. قلت لك مصلحتي. اقبل هذا العرض ولا ايه؟ اقللهم شويه. اقللهم شويه. بحسبهم بالمصري. لا 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 لا. طب انا اقول لك على حاجه. انا ادفع 2950 وموافق. ايه رايك؟ اوضه اللبس يا موريس. اوضه اللبس. اوضه اللبس اشتري قصادها اي حاجه. اوضه اللبس رمزي وأوزيل. نجيب كوشيلني بقى والمونيا. ايه رايك عشان نوحد اوضه اللبس؟ والله لو ما اعتزلوش كان ممكن. دور لنا عليهم طبعا. انت مش عارفني
ولكن اعتبرني زي سلام عليكم. وعليكم السلام يا مسعد. ثانيه واحده. ايه ده عرفتني يا موريسي بسرعه. ثانيه واحده يا مسعد. ثانيه واحده. ثانيه يا واحد. محمد نزل هنا تشيز كيك. تشيز كيك يا محمد هنا عند الموريسيو. يا ريت من التلج البربل ده. يبقى زودها على حساب المره اللي فاتت يا استاذ عمر. بص يا رمزي احنا مرجعينك تاني لايام المجد. وزير راجع ورمزي راجع. طبعا انت فاهم الجيل وجو بنحاول نفوض جيرو دلوقتي. فالحالة حلوة. الحالة حلوة. تفهم اللي انا عايز اقوله لك. يعني انت طبعا برضو ما بتلعبش في اليوفي. حالتك دانك الميلان خدت الدوري. فقر عليهم وعلى اللي جابوهم. واحنا محتاجين يعني بمناسبة برضو مقتل الصحفي مارك. فمنرجعك تاني لمدة سنة واحدة. خلاص سنة واحدة نشوف برضو زي اوزيل كده. والله العظيم وافق على باشا. معلش هو انتوا هتجيبوا ايه والكوت ولا ايه بقى؟ واحد تاني. واحد تاني. بص مين داخل عليا. مين مين بقى عشان ده عصبي. مين ده؟ الانش هازارد. يبقى هو هازارد. هتجيب هازارد. انا عايز فينيسيوس جونيور. اخرابي حلو كده. يا خرابي على بيرفكتو. حلو الكلام يا اصحاب زمان. ايه رايك؟ يجي حلوه دي. كلام بيقول ان انت معجب برحيم ستيرلينج. صحيح الكلام صحيح. بيقول صحيح. وان تو وان كده بالظبط. راس في راس. بص في فرق كبير. ولكن واحد في واحد كده تاخد رحيم تديني فينيسيوس على طول. انا بديك لاعب مستوي تديني لاعب شاب. طب خلص يا ولد. جبت هنكون صفقات. نالو هنكون صفقات. قاعد بقالي 3 اسابيع بحاول اجيب صفقات مش عارف يا اخي. انت كنت فين من زمان؟ 3 days 3 days. انا قلت every day one player. جبتهم كلهم في one day. هتبقى زي ساكا ومارتينيلي وجواندوزي. You are my son. شوف انا ما بقولهاش لاي حد. لو بقيت نجم you will be my son. شكله بيقبض جامد. وهيبقى موريسي تفتكر؟ هيبقى your son. بص يا ابني انا عندي عقم مش في الحقيقه ولكن في الملعب ناحيه الشمال. خلاص عندي عقم كبير كان مسببه ليا رحيم. قلنا لاعب انجليزي ونادي انجليزي كل ده فشل وفسه وطلعت افكار مش عارف اتكلم. استنى شايف. قالوا لي بتتكلمش انجليزي بتتكلم اسباني. مش عايزك تتكلم. عايزك تخلص. عايزك تلعب دايركت على الجول. 195,000 امبورتنت. هوافق لك على كل شيء. كتب يعني لو هم مدريد احنا نادي عريق برضه. احنا معنا انفينسيبل يا ابني. انت جاي من نادي محترم ولكن موريسيو يكفي. موريسيو تاريخ. مش هنحط شروط جزائيه. جو واسبانيا والجو السايز ده مش بتاعنا صح كده؟ دوم له جامد ولا يزعل؟ صغنطط لسه. اوكي. كومستاس. لا مفيش. احنا ما عندناش جو البونص ده. والله العظيم ما بيحصل. 1,200,000 هتاخدهم في جيبك. حقك حقك. بكره ان شاء الله تبقى وكيل اعمال قد الدنيا وحق الراجل يكسب. بس اقول لك على حاجه. عايز 130,000 بس. دي الصفقه. ده عبيط. دي الصفقه اللي المفروض النادي هيقوم عليها. ايه اديله بونص؟ لازم. انا اديله 1,200,000 بونص. 1,200,000. ايه عايز اكتر من كده؟ يجي ياخد هدومي. لا 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 خلاص. 1,200,000. قول مبروك. نسمع مبروك. 140. اوكي مش عارف. بيبص على الكيك. بص عايز كيك. موريسيو مساء الخير. هات له الكيك ده. طبعا دي هات له الكيك. هات له كل حاجه. ما حدش حاسبني المرتين اللي فاتوا. انا حاسبك حاسبك. الصفقتين اللي فاتوا يا استاذ فينيسيوس. طبعا الكلام ده يا استاذ فينيسيوس. الناس دي ما بتدفعش فلوس. يا استاذ يا موريسيو بعد اذنك هتدفع ولا ما تدفع؟ كومو استاذ اميغوس دي ترانكيلو دي دينيرو دي دينيرو دي رابيا دي رابيكا دي سيرا باريفوني بيرا فابور دي بيدي بيدي بيرا فابور دي بيدي اسيا. خش على كونجراتشيليشن. مبروك. لا الكلام ده اتفضل اتفضل اتفضل. نخرب بيت دينيرو دي دينيرو شخص. عوده مره اخرى الى الدوري. عندنا ماتش برايتون. ماتش يعني الحمد لله برايتون في المركز الخامس دلوقتي واحنا بقى في المركز ال12. ايوه يا ابني بطل تكتكه. بس كمل بطل تكتكه. كمل بقى. ايه عايز مني؟ ايه الخطه بتقول؟ اسحاق فينيسيوس على طول الى ارض الملعب. ساكا كابيتانو اوديجارد عوار بارتي كيمبي كوليبالي جيمس تيرني ولينو اوزيل ورمزي هيكونوا موجودين على الدكه صح كده. حلوه المعيشه دي. مبسوط معانا؟
اكلت بتايز موريشيو هات له بتايز بص موريشيو انا باكل بدي له بتايز هو موريشيو ايه هو هيقعد على الدكه ليه هيقعد على الدكه عشان يدعموا الدكه ماشي انا وما تتكلمش كتير عشان احنا عندنا شغل دلوقتي احنا عندنا ماتش مين عندنا ماتش برايتون انا مش جاي ان شاء الله معانا جه حلو خلي ان شاء الله معانا جه خليه معاك بقى ابو قلم ده اوكي شايف 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 النفسيات اكتب النفسيات دي اكتب كان مش هينفع انت برضو ايه تديني ال 2-1 في اول الدوري دي اول ماتش وموريسيو انا بتعلم منك يا موريسيو انا جاي هنا اتعلم بص بيني وبينك اهو عمرو خالد مش معانا انا بقول لك كانت حركه وحشه قوي قوي بصراحه والله موريسيو هي الكره اللي انا بمرنهم عليها في التمرين ما كانش ما برضو ايه الكبير اللي احترامه فاهم ازاي الكبير اللي احترامه يا ابني في السوق انت ممكن تبقى مدرب كبير يجي على صغير يكسبك انا يتقال لي ويست هام ديربي اول ماتش مش قصدي انا اسف وتعملوا لي بابلز ايه الخرا اللي بتعملوه ده انا اسف ايه القرف ده مش قصدي والله بس لا انا ما رضيتش اكلمك بس كان شكلي وحش قوي عمال اعمل لهم كده وكده ده الشكل بتاع الملعب والبيرسونا وكده بتاعت ويست جايب لي دول بيرج بابلز وكده لا لا احنا لازم نكسب الماتش ده الصفقات دي بقى عملت حاجه انا يعني فينيسيوس ده هل هيفرق عن رحيم ولا هيبقى فقاعه برضه انا رحيم ده دفعت فيه كتير للضرب عماله تندبني هيفرق عن رحيم شوف ازاي انا احب الجيل الصغنطط يعني ايه برضو ايه امنت بيجي حط يلا حط يلا جيمز يلا اكتب جيمز حط الجون من على الطرف الشمال مع ان هو ايمن بحيث ان هو عملها ايه لفه سكرو موزه اكتب السكرو الموزه دي بتدربها له كل سبت وثلاث سبت وثلاث دربه على الموزه بحيث ان هو يجي على يوم الحد يعرف يعمل واخد بالك ازاي بس كانت بايخه برضه بقول لك بس كل ما افتكر اقول لك لا كانت بايخه اول ماتش دوري سيبسي على الاقل عارف لو قابلتني تاني ماتش اقول لك اوكي مرسو انا جاي اتعلم منك انا بقول لهم يعني انا اسف بقول لهم سمانيه وسبعيه تقول لي اول ماتش يقول لي دخلتني بقى في قصص عبد الكيد ورشا وافلام انا ما الصحافه بتشد عليا جامد قوي الايام دي كل يوم يطلع لي صحفي جديد ايه ده عوار ايه ده عوار ايه ده عوار ايه ده ماتش برايتون ايه ده عندنا ماتش اتلتيكو عندنا ماتش اتلتيكو لازم نريح له العيبه ده عندنا ماتش اتلتيكو لنا ماتش اتلتيكو والبيع عمرو خالد نايم عمال اقول له اتلتيكو اعرف لنا طرق قال لي انا هروح البيت هفضل اتفرج على ماتشات اتلتيكو قبل ما تخلص ماتش برايتون انا عارف طرق وانت معايا في الماتش طب ما هو قاعد في البيت ليه احنا نريح اسحاق نزل عاد مويسكين شوف الدوري بيقول ايه خلاص واخد بالك ازاي تدي مهاجم وتسحب مهاجم تحس ان انت تعطشه تغيير مركز بمركز مركز مفيش حاجه خالص سيمبل بيزك فك اللي هو ايه عادي جدا ولا حاجه تيجي نشوف رمزي نشوفه بقى في الماتشات ضد برايتون دي انزل يا رامبو خلاص ودايما تخلي معاك امان تبديله امان كده امان تبديل افرض حد جه قال لك معاك لازم تخلي معاك فك كده انت عارف ان انا كانت مدرستي في الاول تعليم الكوره كنت بتفرج على فيديوهاتك انت قريت الكتاب كيف تكون مدرب على الله كويس كويس والله بس برضو كانت لا 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 مش قادر انسالك موضوع اول ماتش قصدي يا موريسيو لا 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 كانت بايخه عايز اقول لك على حاجه والله كانت بايخه انت عارف انا كسبتك بأي طريقه كسبتني بأي طريقه شابتر 5 الكتاب اللي هي دي وانا بعمل لهم كده لا لا اللي هي دي دول دي اللي كسبت بيها مع ميلان الدوري تعمل ميلان كنا نخلص كل يوم وبقى بالحاجات التاتشات بقى تاخد إيه بقى؟ تاخد الكروب كله تروح تاكله بتايز وايس كريم لو كسبته اكتر من اتنين بص 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 على طول عامل لهم ايه اهو البتايز كده اهي اهي تلات نقط اهو تلات نقط ايه كوقها بص كلاب اكل اللعيبه دي بتبقى جعانه اللعيبه دي بتبص اهي اللي هيجيب الجول التاني اهي جانك فود وكده لا دخلت على الصحه لا 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 الكلام ده بقى جو التدريب الحديث والتدريب مش عارف ايه يا رب شوف رامبو شوف رامبو شوف شغل شغل خد يا بودواني حط خليها معاك شوف 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 لو ما يدخل فيك التعادل ايه تبتدي تحرك رجلك تقول لهم ان انا هتشل كده اهي دي عشان تقول لهم والله هتشل تمام لا بس ان شاء الله مش هتخش لا ما ان شاء الله عارف مش هيخش ما انا عشان حركت رجلي عملت لهم كده هتشل مش هتسيبوني اتشل شايف ازاي كده اهو كده اهو اليمين اهي وي ار سير هير سومانيا سيديسي تومانيا 3 بوينتس من هنا ده بلون كيف الاكل لو انا مش هممني اي حاجه موت صعب انا حضرت
قلت لك حاجه حلوه قوي. حضرت لي ايه؟ لو تعمل قهوه يا عموره تبقى يعني شوف القهوه جاهزه ازاي. شوف ده ايه امثال هذا تقوم رشش عليهم القهوه هم نايمين كده يقولوا ياح. بص ابتدى يفول. هيعط يا باريس. ستي خلاص يا عم. هو عمر ما شاف دوري الابطال اصلا. ما اعرفش اللون الازرق. نو تشامبيونز ليج بطوله كبيره. عارف بقالنا 5 سنين ما دخلناش البطوله دي. عارف. كتاريخ النادي ماتش يعني كتير ضد فريق عنده خبرات. فريق مدربه كلب اسمه سيميوني. فريق مدربه جربوع. ولكن لو هم جربيع احنا اوسخ قوي. ماوريسيو معلش سؤال بس. اتفضل. هو الاستاذ المدرب عمر راشد يعني. ايوه. هل عمره دخل دوري الابطال؟ لا ما هو جاي يعمل معايشه عشان كده. ما هي دي المعايشه يا زكي. لانه ما دخلش ده فجاي يعمل معايشه مع مدرب بيدخل دوري الابطال. يخرب بيت كده. مش فاهم الاستقصاد ده ليه؟ لا. قلت اللبس وظبطت وكسبته برايتون. شايف على مكان. انا مش فاهم. على شكل العيش اكل عيش. انا كده كده مشي وراح وست هام. ما هو يعني انا يا ابني ده مدرب عارف. مدرب اصلا. يا عمرو انا جاي ضيف يا حبيبي. اكرام ضيف. معلش يا ممكن بس تتنحى جانبا دي. تنحى جانبا بس ارجع ورا سيك. اه يا سيدي. عمرو عادي يلا عمرو عادي كده حاف لا سايح عندل. لا سايح لا الفرن لا انا قسما بالله ما عايز اعمل معاك الجلاشة. انا محترم على خاطر الموريسي. لا انت تحترم نفسك غصب عنك. قسما بالله تحترم نفسك غصب عنك. يلا يا دي انت بالبلح. دخلت المؤتمر. دخلت بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. مساء الخير عبد المجيد. فين؟ لا انا اللي موجود. مساء الخير. انا سعفان المزراط وعندي شويه اسئله. ركز معايا. ايوه مركز معايا. ركز معايا. ما انا مركز معاك. عامل ايه؟ عامل ايه؟ انا راجل كبير قد والدك. ركز. طب حضرتك اتفضل يا حاج. اوكي سؤال بسيط. سمعنا ان في مشاكل في اوضه اللبس وفعلا في مشكله. سمعت من مين يا حاج؟ اديني سمعته وخلاص. واتكلم بادب. اتكلم بادب. انا راجل كبير وقد والدك. اتكلم بادب. تمام. سمعنا ان في مشاكل فوق. رد على قد. خلاص يا حاج عرفت انك قد والدي يا حاج وبرد عليك بادب يا حاج. اهو بقول لك يا حاج حضرتك انا اسف. يا اخي يا رب اموت يا اخي. ليه يا حاج كده؟ يا رب اموت. ليه حلو يا رب اموت. يا حاج ما تدعيش على نفسك. ليه يا حاج؟ يا رب اموت يا اخي. وتعرفوا امتي بكره وبعد يعني مش عارف اقول لك ايه. حاج هجاوبك على السؤال بس بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. وي ار امبيش. تتكلم انجليزي ولا هيقول لي برضه يا رب؟ لا ما اتكلمش غير لغه واحده. ممكن اقول لسه عندي سؤال. اتفضل يا حاج. اوضه اللبس فيها مشاكل. والله العظيم ما فيها مشاكل. على الطلاق ما فيها مشاكل. استغفر الله العظيم. على الطلاق بالثلاثه الاوضه زي الفل. والراجل جاي اهو يعمل معانا معايشه شايفه عشان يتعلم من كده. زعق لي. لا مش زعق لي كمان. وطول طول لسانك. طول لسانك يا حاج. ايوه بهدوء. والله احنا ورانا ايه؟ ماتش اتلتيكو. ماتش جميل قوي. طب عندي سؤال. ايوه اسال يا حاج. ليه جبت ناس دلوقتي؟ سؤال. ايوه حاج. انت عارف انا اسمي ايه؟ ايوه ما اعرفش حاج. سعفان المزراط. ايوه انا عندي سؤال بسيط. اتفضل يا حاج. منين انت ليه جبت رحت لعيبه قديمه؟ من ايام فينجر وامري. صحيح. والموضوع بسيط. بلم الشمس. ما هو كده في مشاكل في اوضه اللبس. يبقى بعالجها يا حاج. يا اخي يا رب اموت. تمام يا رب انا اموت يا حاج. لا يا حاج يا رب انا اموت. لا خلاص انا مش عايز. رجعوني اقعد مكاني. خلاص خلاص. بيتكلم بطريقه سيئه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد بصحبتكم الدائمه في هذه في الواحد يتوتر وتنتاب بعض الخوف طبعا علامات السويمنج بول على مدربنا الكبير. اعتقد جايب معاه مدرب احمال تقريبا ده ولا ايه. بيعلمه عمليات الغطس في جواخل منطقه الجزاء. ولكن هتاف ونشيد التشامبيونز ليج مع وجود الاطافل الصغيره وهذا الحدث الكبير بين نادي الارسنال الانجليزي الذي يعود الى خضم المنافسات مره اخرى. عروقي بتجري فيها ابطال. ايوه بص ضد كتيبه الدييغو سيميوني.
بقيادة ليفاندوفسكي الخاسس تماما ما بتاكلش ولا يا ابني، ويعاوني في هذه الليلة وفي هذه الأمسية القوية جدا 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 المعلق المحترم الكبير محمد حسين راشد. يا مساء النور يا كابتن. مساء الخير عليك يا كابتن عمر، شرف كبير شرف كبير ليا ان انا اعلق معاك على ماتش جميل في الشامبيونز ليج. احنا بنتكلم على فرقتين من العيار التقيل جدا، فرقتين ما لهمش اي تاريخ في الشامبيونز ليج غير الصعود للمباراه النهائيه، لكن مباراه جميله ومباراه كبيره، مباراه نتمناها زي ما نتمناها. الارسنال بقياده الموريسيو ومعاه الولد اللي هو بيعمل معاه المعايشه ده بيعمل معايشه ده ولا بيعمل ايه؟ سملك بالله من يوم ما الصحافة ابتدت تتكلم على ان مدرب ويست هام ده هو بيقلده بالظبط جاي يعمل معاه معايشة، وانا مستغرب تماما هذا المسخ. تشكيلة اتلتيكو مدريد يا ريت نعرفها منك جان اوبلاك مارتو ما لحقتش اقرا حاجة خالص. هي هنا الدنيا سريعة في اوروبا، انا مش واخد بالي الدنيا سريعة في اوروبا، ولكن اقدر اقول لك ان هم بيلعبوا بخطة الثلاثة خمسة اتنين. ليفا وفيليكس قدام دي خطيرة جدا، عايزين يعملوا عليه الكماشة اعتقد. خاف من كوندوبيا، ولكن اسالك سؤال حاير. اتفضل ما هي توقعاتك لاحداث هذا؟ سبني شعر بني برضه هي على حسب يعني صفقات جديده ابرمها الموريسيو، راجل رجع جاب ناس تانية قديمه، رجع حاول يدعم اوضه اللبس على قد ما يقدر، حد زي فينيسوس هيخلي ناحيه الشمال حاجه تانية، لكن كله على احداث المباراه. ولك المايك صديقي المعلق الكبير، مش عايز اقول بقى ان انت هتعلق الشوط الاولاني. اتفضل. اشكرك اتفضل. اشكرك سيدي المحترم جدا 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 محمد حسين راشد، وسنعود ليك مرة أخرى. وخلينا نقول إنه الموريسيو قدر بقوته الكبيرة جدا 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 إن هو يبرم ثلاث صفقات من العيار الثقيل، وهي عودة المسعود أوزيل عازف الليل مرة أخرى. صحيح حصل حصل يا رب لقيادة الدكة لفريق الأرسنال. يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حلوة 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 من ليفاندوفسكي. طب أنا أقول إيه؟ أنا أقول على الكرة اللي فاتت دي إجرينتا، طيب عودة روح، عايزني أقول إيه؟ هيا دي هيا دي هقول لك إيه؟ وعد لك إيه؟ يا موريسيو وادي كرة واحدة وتانية ويو بسم الله اطمع يا سيدي. هو ده هو ده هو ده الحمد لله. ليتس جو الماتش سخن قوي. كنا بنتكلم يا كابتن محمد على إنه اتفضل النادي الأرسنال جاب مسعود وزيل عازف الليل فعلا، وفوجئنا بصفقتين اخرتين مره ثانيه. ايوه خلي بالك مره ثانيه سنه خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك ممكن ماشي ولكن ماشي ولكن جنب مسعود وزيل جي مين؟ ارون رامسي. جي هو دماغه كان فيها ايه؟ ارون رامسي يعني لما راح جاب ليه؟ ده بنطرح تساؤل وهو انه ليه التدعيم بالصفقات الكبيره في السن دي قوي؟ ليه قسونا على نفسنا قوي قوي قوي؟ ده دايما يقول لك ايه؟ ايه؟ ده بينا بعاد، لو احنا بعاد بس مش للدرجة. ايوه مش للدرجة. مش للدرجة واقسم لك بالله. صحيح. احنا عايشين في زمن عبسي جميل. ولكن خلينا نشوف الهجمة دي الأول. صح كوكو كوكو هدف. حلوة 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 حلوة. خطأ دفاعي لا يغتفر يا كابتن محمد. خطأ دفاعي لا يغتفر يا كابتن محمد. لا حلوة 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 لإيه؟ للصبح قال له بقول لك إيه؟ إيه ده؟ قال له لا، قال له طب هات. إيه ده؟ حلوة حلوة حلوة. أسهل جول في أسهل جول دخل. سيملك بالله علقت على ماتشات كتيرة ياما. واعتقد ان انت مدرب يعني معلق كبير كفايه جدا، وقبليها كنت مدرب. سيميوني بص فرحان ازاي، بص سيميوني بيتنطط من الفرحه. يا ابن السرب الفرحه دي ان دلت تدل عليه من خبرته العالميه. ما قلنا ما قلنا نشيل بقى المايكات من قدام، ما قلنا كده ما ينفعش الالفاظ دي. وعلي علم الولد السؤال يشتم. انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. الالفاظ دي ان دلت تدل على ضعف الموقف ولا قوة وشكيمة للعودة مرة أخرى؟ قوة وشتيمة. بس خلي بالك من دي، خلي بالك من دي، خلي بالك من دي يا ساتر. بسم الله. واحدة من ترني على الشمال، اسمح لي أخذ منك المايك ثلاث دقايق. براحتك خمسة. ثلاث دقايق. أنا هقايل جنبك خمسة. اتفضل اتفضل. اشرب كوباية شاي. أعزائي المشاهدين، أوديجارد في نص الملعب يلعب واحدة أحلى ساكة، واحدة على الشمال خطير يا راجل يا راجل يا راجل. تحت يا راجل لسه فيها. يا راجل لسه فيها. يا كابيتانو. أهم
ثلاث نقط ياخدهم أرسنال النهاردة في الشامبيونز ليج لأنهم على أرضه ولأنهم مع الخصم المباشر ليه في المجموعة. ما عرفش إزاي الموريسيو ساكت، أنا لغاية دلوقتي مش عارف، لكن واحدة من عوار إيزاك حركة يا خبر أبيض، لسه فيها نهار أبيض. أنا شايف أتلتيكو واحدة ساكة هي والنبي واحدة هي يا ربي راجعين يا ربي يا فينسوس. توترت ليه روح أمك؟ توترت ليه؟ انا عايز اشيل المايكات من قدام عشان شتايم المدربين دي صعبه جدا. ولا ايه راي حضرتك يا كابتن؟ شفت اتفق معاك تماما تضغط على المنافس بقله الادب، لازم تهينه في ارضك حيث ان هو يتوتر. خلي بالك سيميوني ده قليل ادب على الناس. نفسه لا للحزام. انا شايف الفاظ مبالغ فيها يعني. طبعا 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 تعودنا بعد التطور الرهيب جدا في هذا الموسم صحيح ان احنا هنشوف وبنبين لكم بالصوت والصوره الاحاديث الجانبيه لكلا المدربين. ايوه كابتن بس معلش انا اسف في الدقيقه 34 بيقولوا هقلع لك البنطلون ولا الحزام، امال الدقيقه 80 هيحصل ايه؟ يا كابتن محمد الموضوع ده يدل على ايه؟ ما انا مش عارف. على استعاره مكنيه. ما يعني ايه هديله بتوكه الحزام يا ترى؟ يعني هديله الضربه القاضيه؟ دي مصطلحات مدربين اقسم لك بالله احنا لا نعلم عنها شيء. يا صفقه لا نعلم عنها شيء. خلينا نشوف الهجمه ايه. مارتن اودر اهو. مارتن حلوه في وقت الحديث عن الجوده، في وقت الحديث عن العوده، مدفعهم ما زال يضرب في ملعب الامارات عن طريق الاوديجارد. هات رمسي هات أوزيل، لكن أوديجارد ما زال هو الدليل، هو الدليل. ما الذي يحدث أمامنا يا كابتن؟ دريالة. ما الذي يحدث؟ بالله دريالة. لا 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 اللي بيحصل مع التاني دي مع التاني اتقل. يا نهار أبيض يا نهار أبيض. أعتقد أن موريسيو ساكت حاجة صعبة. أعتقد شامبيونز أور خبرتي أقدر أقول لك ده عشان يتعادل يقول شامبيونز أور. أنا أقدر أقول لك من خبرتي يا كابتن محمد اتفضل انه لجنة العقوبات ستصدر عقوبات مشهدة تماما على المدرب الموريسيو البلابيسيو لسوء السلوك. يعني عمرو خالد هو اللي هيدير الماتش الجاي ممكن؟ والله كل شيء وارد، ولكن لا اعتقد ان العقوبة ممكن تبقى يا اعتقد العقوبة ممكن لسه عبال ما يبحثوا ويشوفوا تفاصيل الحكاية والرواية. الواد نيفيز بتاع ولفز ممكن يصدروا قرارهم بدايات الشهر اللي جاي او ممكن الماتش لان اللجنه دي هي لجنه مختلفه تماما. ولكن مين مدرب الحراس؟ مدرب الحراس ينتهي احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1. هنخسر هنا استراحه قصيره ثم نعاود احداث الشوط الثاني في غرف خلع الملابس. عنديش حاجه اقول. طب تديني فرصه؟ لا 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 لا, لا, لا. سامع الجمهور بره؟ يا لا يا سامعين الجمهور؟ موريسيو سدل علي يلا 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 جمهور ده ما يروحش زعلان. عمر راشد غالي سامعين؟ سامع الجمهور بينادي عليك ازاي؟ يلا يلا ما عايشه وكده. لا جمهور فاهم. عمر راشد غالي بارتي الله الله نريحه وننزل رامبو ولا ايه؟ انا شايف موريسيو نعملها؟ لعيب لعب تشامبيونز ليج رامبو بص الجمهور عايزه بص رامبو رمزي هتنزل تلعب هنا رامبو ده واحد على حسب الخطه بتاعت ايوه بتاعت اتلتيكو اه بدل بورتي بعوار ايوه ونزل ايوه رمزي بوكس تو بوكس تمام نعمل كده وهثق في الشباب نزل رمزي كابيتانو رمزي مش تاخد الشاره لا ولكن بالقلب عايز جرينتا عايز شوت من بره عايز اطلع من هنا باول ثلاث نقط في دوري الابطال ان شاء الله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يرجعوا ياخدوا ارقامهم رمزي ياخد 8 واديت له اوزيل 10 ليه؟ لان اتعرف ان القديم اللي يطلع معاش يرجع يلاقي معاه يعني فاهم ازاي الحاجات دي تفرق مع الموظفين الحاجات دي تفرق قوي. العوده مره اخرى واحداث الشوط الاول او الشوط الثاني معلش بنصور دايما في اجواء صعبه جدا جدا استنى هم ما ادوش رمزي 8 باين اوديجارد رفض يدي دي برده تخلي اللعيب الجداد تحس انها ايه ما تجيبش حد من بره عليا برضو ايه يعني انت تفرض تقول ادوله 8 اوديجارد قال لا فخلاص لا خلاص بقى ما هو برضو اوديجارد دلوقتي هو المستقبل رامبو ده ما صح فاهم ازاي اوزيل خد 10 ازاي المعاش لا فاضي
مباراة القرن بين الفريقين الكبيرين جدا جدا جدا، نادي الأرسنال ونادي أتلتيكو مدريد، اللي انتهت نتائجها في الشوط الأول بها التعادل الإيجابي 1-1. أحرز هدف التقدم روبرت ليفاندوفسكي، خواو فيليكس صحيح يا كابتن محمد فايق، تملي تملي صحيح. وأحرز التعادل اللاعب الشاب جدا 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 مارتن عبد الحميد أوديجارد. ولكن أحداث الشوط الثاني بتغييره يا كابتن، بتغييره خلينا نشوف خلينا نشوف يا كابتن عبود يا راجل. نو مور حلوه 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 من ماركوس لورينتي في انستراكشنز ايه، ثلاثه ورا اتنين تسحب على الاطراف. ايوه لوم. طبعا زي ما احنا شايفين انه الموريسيو بيضع ثقه يا ولد تماما 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 في القيادات علي خطر. اذاك هو ثلاث نقط، في وقت الحديث عن العوده للابطال يفعلها الايزاك ويفعل وضع الكامباك. انه ايزاك اغلى ثلاث نقاط للموريسيو وذو الخدود الحمراء. طبعا تقدم مستحق تماما 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 على ملعب الامارات موريسيو للمدرب الكبير جدا 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 يا سيميوني الموريسيو. I can't hear you. البلابيسيو صحيح صحيح. I can't hear you. ولكن خلينا خلي الكره الدفاعيه تنفع. شوف الاحتفال مع الجماهير. استنى فطان اللي انا حاسس ان في مشاكل كبيره بين الموريسيو وما بين هوريله عصب الشباب. اعتقد عمر انا سامع كابتن عمر راشد بيقول هوريله عصب الشباب. ايه عصب الشباب؟ عصب الشباب ده بيبقى مزيج ما بين العضله الضامه وما بين عضلة الترقوة الخلفية وفيتامين دي وفيتامين اي وفيتامين اف. لانه ما هو الفيتامين اف؟ ما هو؟ لان انت ما سألتش نفسك كابتن محمد. إن في ولكن في انا اقول لك الفيتامين اف ده بيجي من الفليكسابيليتي فوتبول فريكليشن، عشان كده كله اف. وبالتالي صحيح تماما 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 كله. ولكن هل نقدر نقول طبعا تعال دلوقتي على ارض المقاعد. يا الله اليوم نشهد تاريخ عودة المسعود عازف الليل مسعود اوزيل وعودة للابطال من الباب الكبير مع الموريسيو وذو الخدود الحمراء. بقت شخصية فعلا، انا حسيت فعلا بفرق. لا فائت. كابيتانوس فائت. بص يعني زمان كنت اتعادل مثلا ايه في الدقايق الاخيرة كده دايما، دلوقتي خلصت نو مور الكلام ده. بتحب مواتها نفسها كابيتانو في الملعب كتير. ادي الكابيتانو الصغنطط يا الله. ادي انطلاقة من ناحية اليمين. ساكا اتمختاري. لا يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. فعلوها في احلى كومباك مع ايزاك. احلى كومباك يا ايزاك. المسعود عازف الليل لم يفعل شيء، لكن الكومباك يا ايزاك. كومباك يا ايزاك. We are big team. مش عارف اقول ايه يا كابتن، فرحان جدا طبعا. اقسم لك بالله وشي حلو على التعليق النهارده. لحظات جميله جدا جدا جدا. عودنا واعتقد ان عوده الموريسيو من بعيد بعد ما كان متخلف عدم المؤاخذه بهدف قدر ان فريقه يعود بثلاثيه كابتن راشد. وفيها بدا يمشي كوره. مش عارفين تلعبوا كوره ما تخبطوش. الحكم ممكن يطرد الاثنين دول، والواد اللي جنبه ده ما بيهداش. التدخل صريح ما بيهداش. ولكنه تغيير بخروج كوندوميا ونزول لمار. ونزول لما بنشوف كده كوندوميا توليت بيزوخ سيميوني صحيح توليت. وشايفين الكاميرا على الموريسيو يا عيب بقى، ده هو يحب الاستفزاز ده قوي. الكاميرا على الموريسيو والسيد عمر راشد بمحاولات استفزازية فعلا للدييجو سيميوني. حصل. واعتقد يا كابتن راشد اكلينيكيا
الماتش يعتبر في عداد الموتى. ولكن خلينا نشوف لو رفع بيدا جون، لو رفع بيدا جون الكره علمتنا يا لينو يا لينو يا عبقري، انقاذ البطوله، الله انقاذ البطوله وانقاذ المباراه. هل وجود مسعود اوزيل وارون رامسي يمكن ما فرقوش، يمكن ما فيش اسيست وما فيش اجوان، لكن هل فرقوا في الروح، عوده الروح؟ وادي مسعود واحده الفينيسيوس مسعود، لا 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 لسه لسه رجله ما دستش، لسه رجله ما دستش، لسه رجله ما دستش مسعود. هو إيه؟ لكن كان هيكتب تاريخ مرعب. هو اكلح ولا ايه؟ كان هيكتب تاريخ مرعب النهارده يا كابتن، ولا ايه رايك؟ بسم لك بالله بنعيش ستة صح؟ احنا ممكن نيجي نشغله في اركيد جيمز عادي يعني. صح، لحظات صعبه انا محتاج اوفيس بوي، بس معلش كابتن وكابتن كابتن. اعتقد ان مسعود اوزيل يحتاج الى وقت كبير لكي معلش معلش يا زوزو كبير بوي كبير. تنتهي احداث هذا اللقاء بفوز الموريشيا البولاريسي بخبريه نظيفه شباب، والعوده من بعيد والمكسب من بعيد وثلاثه نقاط غاليه. انت نمبر 1، انت نمبر 1 الاصلي الحقيقي. اكتر اكتر وريله وريله اللي لابس لي بدله سودا، انت ما تعرفش تعمل ازاي. صباح الخير صباح النصر، اها مدحت شلبي محمد نصر، اها صباح الخير صباح النصر، اها احترام الخصم مدحت شلبي محمد نصر، اها والله صباح الخير صباح النصر، اها ايوه يا ماوريسيو، ايوه ماوريسيو يا سلام ماوريسيو. بس ماوريسيو، ولكن يا ماوريسيو طبعا انتصار مستحق ومحترم تماما، ولكني باعتباري الميديا اوفيسر في لندن عايز اتوجه بالسؤال ليك واسالك واقول لك سبب الانتصار يا عمر يا راشد، هل هو الفوز يعني سبب عوده الصفقات مره اخرى، ولا سبب الفوز وجودك جنب الماوريسيو؟ فهمت حاجه ولا شايف حاجه؟ بس يا اخي يا رب اموت يا اخي، يا اخي يا رب ابعدوا عبد المجيد والنبي الراجل ده، يا رب اموت يا اخي. معلش يا حاج ان شاء الله جاي لك المره الجايه. استاذ عمر يا ريت نسمع اجابتك. هو بيسالني انا ماوريسيو؟ ما معلش، هو عبد المجيد كده متخلف، يبقى بيسال المدرب اللي بيعمل معايش. حبيبي اسالني انا، خليك خليك. طيب انا ما اقدرش ارد في وجود الماوريسيو. انت راجل محترم. انا ما اقدرش خالص ان ارد في وجود الماوريسيو. لا رد عليك، منافق قوي الواد ده، منافق بصراحة. قوي قوي منافق. ربي يا رب اموت يا اخي. الصفقات مع التاكتكس بتاعت الماوريسيو، انا بقول لك الفضل برضو قدام الناس. لا لا انا اتعلم. الراجل ده جاي عمل معايشه ورقه وقلم يا ماوريسيو، ولكن ضفر من اول السطر نكتب بقى صفحه جديده يا ماوريسيو حبيبي. هل نقدر يا ماوريسيو نقول نو مور كوتشنج؟ ايه رامبو حبيبي، حبيبي عم رامبو والله العظيم احنا مبسوطين قوي بوجودك هنا. لا كانت دفعه فانتاستيك بيرفورمانس بصراحه، يعني عايز الاداء ده نكمل على كده. وقول له اوزيل يلعب معانا، يعني قول له اوزيل ما تخليش، احنا جايبينه ايه يباصي ويرجع ويشتغل وبتاع. دحرجوا شويه شويه يا عم رامبو، دحرجوا في النادي كده، وعايزين دوركم بسم الله ما شاء الله انتوا الاثنين يكون مفيد دايما لينا، لان الروح كانت حلوه. عايزين نكمل الروح دي في ماتش الديربي، وانت عارف يعني ايه ديربي، وانت فاهم كويس قوي يا رامبو يعني ايه ديربي اللي داخلين عليه ده. يعني ما بنبتديش بالصفقات. صفقات ايه؟ صفقات ايه يعني؟ اوزيل رمزي ليه ما بتديش بيهم؟ لا ما ليك في عالم. حاضر ليك في عالم، خليك في حالك. خلي بالك يعني الصفقات ليها فضل في الفوز. تيجي تحط التشكيله انت يعني؟ لما تيجي تلعب انت. لا يعني لا والله سيب وست هام وتيجي تدرب انت. لا 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 يعني بص، لا بص ما تتعداش برضه حدودك، لان انا ليا خلق بقول عليك كويس بقول عليك، بس سنه زياده هتلاقي ايه في قله ادب وسفاله بقى. انا قلت لك من الاول انا جاي. بص شفت شمت فينا ازاي؟ شفت انا راجع ازاي من بره فجاه؟ كنت بشرب كابتشينو ورجعت. شفت انت؟ سيبك من الخطه بس دلوقتي وكلمني. شفت انت كنت قافش فيه ازاي؟ عرفت ان انا قلت لك ده انسان مصلحتي. لا الواد ده جميل، الواد ده جميل، خلي كويس باشا متابع. الواد ده جميل خالص. عندنا ماتش ساوثهامبتون، انا رايح بعد الوجود رياض محرز هيشارك بدل الساكونيا، جيمس وكيمبيمبي وجابريال وبارتي وتيرني وجواندوزي واوديجارد بيلعبوا، ومعهم فينيسيوس جونيور اللي مازال لسه ما حطش بصمته. شفنا بصمه من رمزي، شفنا بصمه من مسعود، شفنا لمحات من فينيسيوس ونادر بدواني ايضا،
ليه طالعه في الكاس قريبه قوي، عشان ما حدش ينسى، عشان انا شايف الصحافه بصراحه ما بتتكلم على الثلاث صفقات فقط، وده عدم احترام للموهبه التونسيه نادر بدوان. لو سمحت ما تخليش الكلام الصحافه ده ياثر، احنا فريق واحد كلنا بدواني، كلنا هنلعب مع بدواني، بدواني هيلعب معانا كلنا، ومفيش نو مور. نركز في ماتش ساوثهامبتون، الماتش الجاي في الكاس في وجوه جديده كتير قوي هتاخد فرصه مع بدوان. شفتوا طريق الفوز بيبقى عامل ازاي؟ ماتش اتلتيكو ده يدينا دفعه. طب انا عايز اسالك سؤال، اسأل. انت نزلت بدواني؟ لا لسه. عايز اشوف بدواني؟ عايز اشوفه بصراحه، يعني هحاول اوريه لك في الكاس، لان دلوقتي لو وريته لك الوضع هيبقى مش حلو، الاستاد مملي. تضحك على ايه؟ يعني بصراحه تضحك على ايه يا عموره؟ مش فكره كده. لا ما هو بص ما تضحكش، عشان هو يعني هو برضه لعب كويس. سيبك انا حاسس ايه تي وولكوت، ما كنا جبناه ده كمان، انت كنت لازم تنزل، ما كنا جبناه ده كمان. ما هي شفت الصفقات اللي انت مش عاجبنا، قلت لك وولكوت ويوبي هم اهو دي الصفقات. شايف الصفقات اللي المفروض كانت تيجي؟ مش تقول لي ايرون رامسي ومسعود وزيل؟ يلا شايف بيشمت فيك ازاي؟ يلا يا محرز، يلا يا محرز دكه، والله ينزل لكم بضواني. عاش الموسم ده موسم اودي. عاش الاودي اوديجارد، كل 3 شهور كده عدي عامل معانا معايشه، تستفيد حاجه. ديتيلز النهارده دلوقتي انا بوريك درس ازاي تخسر وتعمل ريمونتات. انا مش انا خلي بالك هو انا هسيبهم كده، انا بوريك ازاي تحط لعيبتك تحت البريشر، تبقى بريشر. شوف ازاي اختبار ان انت على ارضك في وسط جمهورك تبقى خسران ترجع تفوز بالاثنين. موريسيو اخرس، استاذنك اضيف على المعايشه شيء بس. اتفضل يا فندم. يضيف على البريشر ستريس. طب كنت هنسى الستريس. ستريس لازم يضيف ستريس. خد لك حبه ستريس بالظبط، وخد لك حبه انكزايت. تعرف انكزايت دي بقى يعني ارق؟ الارق اللي هو اللعيب يبقى ارقان جدا من حياته. اها الاودي اودي جارد، الاودي اودي جارد. بقول لك الموسم ده موسم اودي جارد، حاسس ان مركزه خاف. كام دي سيس كام من الصفقات برضو؟ صح طبعا طبعا، كل شيء مبني على دوافع. النهارده الراجل ده لما يجي له مسعود اوزيل، مسعود اوزيل شفت دخل على اوبلاك اسد ازاي؟ قال له اوعى، واحتراما ليه ما رضاش يهينه. لا واسيست فينيسيوس. نسيست فينيسيوس. الو السلام عليكم. انت بتتكلم يا ابني، الكاميرا جايبه. أيوة. بص بعت لنا اوردر على الاستاد، عايزين واحده سنجاري كبيره. يعني ايه سنجاري كبيره؟ معلش سنجاري اروس. يعني ايه سنجاري؟ اطلب لنادر واحده، اطلب لدواني واحده معايا، انا هجيب له معايا واحده. أيوة ولا هيلعب ولا هياكل ولا هيلعب. سنجاري اروس ماشي، وعايزين نص جمبري باتر فلاي باسم عمر راشد على الاوردر كله. لا الجمبري ليا انا بدواني. حاضر حاضر هجيب لك جمبري. حاضر. وعايزين بلح بحر. بلح بحر للموريسيو. اه كنا بقول لك كل اوردر عشان تبقى انت فاهم. انا عايز جمبري. انا انت برضو عايز جمبري؟ حاضر. ايوه حاضر. انا بدواني. انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ طب جمبري فوائده جمبري مقلي ولا مشوي؟ المهم يبقى مفيد ليا كبدواني. طيب محتاجين هنا جمبري خلاص، وعايزين 4 ليمون بالنعناع ماشي. يلا في العيتل. عايزين نعمل 3 تبديلات، عايزين ننزل رامبو واوزيل ومارتينيلي. موريسيو انا لو نمت هتتضايق؟ مزج بين الشباب وبين قله الادب. انا والله بجد والله لو نمت هتتضايق. انت ليك فايده؟ رد عليا، هل انت شايف ان ليك فايده؟ بص يا موريسيو انت من غيري ما تعرفش تعيش، دي الحقيقه. ده بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ ماشي بناء على ايه؟ طيب انا هقيل ال 10 دقايق يا جماعه. مفيش ولا انت تخرس يلا خالص بقى، عشان انا اقسم بالله طيب. انا انزل اجري وقسما بالله انزل اجري عليك في الملعب عشان انت استنى عشان ايه؟ عشان هحدي بالحزام دلوقتي جميعا اللاعب جنب. استنى اور 3 بوينتس اور 3 فوكن بوينتس اول ديفنسيف الترا ديفنسيف، نطلع بال 3 بوينتس. طلبت لي الجمبري جارك جاي في طريق. اهدى يا بدوان، اهدى حبيبه تنفجر. ايه ما وريش الولد جنب عايز يلعب؟ هو اصمر كده ليه؟ هيلعب بدواني. هو سافر تونس، تونس شمس، انجلترا هنا تلج، لكن هنا خد ضربه شمس. بص راجع عامل ازاي. حط يا زوزو. مين ده؟ الجواندوزي جواندو بول. 3 بوينتس اند 3 جولز.
احنا ايه هنكسب؟ هنكسب السلمانيه ولا ايه؟ السلمانيه ولا ايه؟ ده ايه الصفقات دي يا اخي؟ اقلب منك يا موريسي. ماتش فولان قد يعتبره البعض ماتش كاراباو. لا استنى اكتب وراك بقى. قد يعتبر اكتب دي قد قد كاف دال. ايوه يعتبر البعض يعتبر البعض كاس كاس الكاراباو كاس سهلا ولينا. عايز الجمبري اللي مطلوب. لا جمبري عند ولكن ولكن اللي قاعد بيكتب ده المدرب الكبير الذي يبحث عن جميع البطولات. المدرب الكبير يفوز في اي مباراه حتى لو كانت كاراباو. جه اكل الجو خالص حتى بالبدلاء والبدلاء. اكتب بس اكتب, اكتب. حتى بالبدلاء حتى بالبدلاء واذا كانوا البدلاء في غايه الضغينه. الواد ده منافق والله منافق. انا مش عايز اقول كده. مش عايز صوت مش عايز صوت على البنش. مش عايز صوت بدوان. يلا عشان هتلعب اهو. يلا تعالى لعبك يا بدوان. يلا انا هلعب اه والله. مويسكين في خط الامامي. هنشوف مويسكين النهارده عنده ايه. مارتينيلي على الشمال. رياض محرز على اليمين. وما تتنفرليش يا محرز انت لاعب كبير ولكن معروف ان دورك شهدوا لسكا. سكا يعني لو جبت صلاح لو جبت مبابي سكا بيلعب هنا. سكا يلعب هنا. سكا يلعب هنا. رامبو كابيتانو. بدواني بيلعب جنب رامبو. بدواني جنب رامبو. اه توريرا وراهم. توميوسو هنجربه النهارده في مركز السنتر باك صريح هو وكريستنسن. ماتش كاراباو يعني مش بحس مش مستاهل ان نفتحها. ترني ترني احنا نسيناها هنبدله بنونو تافاريس. وميتلاند هيشارك بدل من جيمز. ورامز ديل لاول مره هيتواجد معنا في الموسم. على الله يدخل فيه الجمه هتشمها تاني. اه شوط الكاس دي ممل قوي. مش عايز اجي يا عم. هو بيجي ليه؟ وعلى فكره محترمه عشانك مش اكتر من كده. لا ولا عشان انت ولا انت يلا. بص انا مش هرد عليه ترى ما تعرفش ترد اصلا. الولا ولا اهو ماي سكين اهو. الولا ولا اهو الماي سكين اهو. نديله على عموره ده في الماتشات الكبيره. ابقى اسال عموره اللي قاعد جنبك. عموره ما تحفلهاش بقى جو غيرك. اسال عموره اللي قاعد جنبك. انت اللي باقي لي ده ماشي. طب ما تقول كده يا ابني كرم الضيف واجب. عايز الراجل عايز ايه طيب؟ وراجل مؤدب وباين ان هو خجول. عايز اشوف فاضل لي 10 دقايق وهنام. وعمال وعمال يقول حاجات تبدو لطيفه وجاي نيته خير برغم الفوز. شوف دي اللي هو ما تقولش حاسب اللي هو ح دي برضه اللي هي ح اللي هي حاسب على الحق. اه زي حاسه حاسه. اه دي حاسه ودي حاسه اللي هي ح ح دي حاسه ح كده خلاص تقفلها كده. ولما تضمن الماتش تقول نمر نمر. لما نجيب بقى عايز اشوف لما تجيب عشان اقلدها. لما تجيب جون اه تقول اه ايه ده. لو انت لو ماتش صعب اه ايه ماشي. ولو ماتش سهل نمر نمر اه انت برضه هي برضه حركات تحاول تغيرها كده تحط وتشيل تحط وتشيل. ولقطه النضاره دي ما بقولهاش اللي هو تشيلها تاخدها واخد بالك ازاي؟ أوه. ايوه ركز فيها اللي هو تبقى انت باين كده اللي هو انت بتهزر. لو انا بهزر وبتاع العب. هو انا عندي تساؤل بس. الله يخليك يا باشا. هي دي المعايشه؟ دي المعايشه. دي معايشه على ايه؟ هو مش عايش معانا بقاله فتره. اه طيب وبياكل وبيشرب ويخش حمام و... معايشه صح. شاف بدواني و... لعبت مع بدوان؟ معايشه. ما هيعمل ايه تاني؟ ما هو لسه انت ليه ما بتعملش دي؟ نطلع كده هعملها في الشوط دي بتاع الشوط التاني. اه ماشي. الشوط التاني هنعمل فيه دي اهي. دي بتقولها في الافتر. هنعمل فيه دي خلاص. محرز تعبان خليك برضه. يلا شوف لو تضغط على اللاعب. بريشر بريشر وستريس بريشر وستريس. ما هو اهو بريشر ستريس. وعمر بصراحه قال لك ستريس صح يعني صح. لا لا ما هو برضه خلي بالك ده طيب والله العظيم ترى. خلي بالك الواد ده طيب قوي. عمرو ده غير عمر. كان عندي عمر ده عايز يعني معلش عشان بص هو ما بيحبش برضه الكلام على اخوه برضه يحترم. بس مع ان عمرو كان بيقول عكس كده لما قعدت معاه. عمرو ايه ده؟ هو لوكاس توريا بيجيب اجوال؟ بطلع موريتش نمشي. هو لوكاس توريا بيجيب اجوال؟ عادي. الواد ده ايه؟ عادي تطور 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 تطور. سوتشيك بيجيب عندك اجوال؟ اه عارف مين اللي اصلا بيمرن سوتشيك؟ وديكلان رايز؟ مين؟ محمد اخويا. بجد؟ اه لا والله جايبه مدرب مساعد. سبحان الله. هو ده اللي كان بقى بيتكلم معايا فيه. اخوات كويسين. ده اللي كان بيتكلم معايا فيه. اخوات كويسين ايوه. تقفوا جنب بعض. اه طبعا. لا لا قال لي ايه بقى؟ خلي بالك بقى اللي هيسيبك يجي يشتغل معايا. اصل انا اعرف ناس كده يعني بتسيب اخواتها وتقوم ايه
جايه تبني صومعه امجاد في حته ثانيه. ما هو ده اللي انا كنت عايز اقوله لك. عمرو قال ان هو عايز يعمل كده. قال لي اخويا لحم كتافي من نفس الرحم من نفس الام ننزل نشتغل سوا زيك انت واخوك. مارس كبير حط شوف صفقه. محاور حزيو رامبو رامبو محاور حزيو كابتانو تعالى صفقه بنت كلب. محاور حزيو تعالى خلاص ما تعرفونيش. محاور حزيو نو مور. شكرا خلاص خلاص شكرا شكرا شكرا. بص تلعب معاهم بعد كده بيقولوا خلاص بلاش قرف خلاص ما تهزروا معايا ولا عندي ماتش بقى. لازم تدي وتلاقي الجمهور برضه ما ياخدش عليك فاهم ازاي؟ الحاجات دي الديتيلز دي والله العظيم والله العظيم هي اللي بتعمل مدرب. بس انا حاولت احذرك بس ان عمرو قال كده قال ان هو هيرجع يشتغل مع عمر. شخصية اكبر شخصية موريسي. انا بقول لك ان هو قال لي كده الواد ده ناصح. لا 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 لا, لا. عارف مستقبله فين؟ شايف شايف الفريق بيكسب في الكاراباو في اتلتيكو في الدوري الابطال بيبص. في حاجه موريسي ولا حاجه؟ لا بنتكلم في امور الانتقالات اللي جايه. عجبني دماغه طيب يعني شوف طيب. موضوع رمزي ده نفع انت لو في حاجه قول لي انا معاك. لا لا حبيبي حبيبي يا عم عمرو الواد ده على قد ما هو يبان عجروف وكده وبرده ايه واخد يحاول ياخد من شخصيتي ولكن طيب طيب والله وافي وافي. مبروك يا شباب. وي ويل جو تو توتنهام اند ميك زام كاخي. اتس فاكن ديربي اتس فاكن جود نايت. It's fucking a happy space to be here. First derby for Tottenham. First win today, 3 points against fucking Conte. Today we come to win. Today we come to score. Today we come to play sexy football. If anybody have questions, please. 2 minutes. I have 2 minutes because I have too much training. يا ابني انت مش سامعني يا ابني. يا حاج. فاكرني يا ابني؟ فاكرك يا حاج. انا المزرات. ايوه يا حاج. ايوه يا حاج مزرات. شوف سمعتك وشفتك وحسيتك شميتك. الله يسامحك يا ابني. انا كان عندي سؤال. اتفضل يا حاج. هتجاوبني ولا هجاوبك يا حاج؟ هجاوبك يا حاج. كل مره تقول لي الشباب دايما نفسهم قصير ومش I have no time. انا حاسس ان في مشكله في اوضه اللبس. اه ولا انا سالتك السؤال ده المره اللي فاتت؟ ايوه يا حاج. لا في مشكله بنت كلب في اوضه اللبس. بنت ايه الالفاظ دي؟ في طب مشكلة. يا رب اموت يا طب يا رب اموت يا حاج. ليه يا حاج كده يا حاج؟ ليه يا حاج؟ انا ضميري ما نمتش يا حاج من الاسبوع اللي فات بسببك. بيقول لي ابن كلب. رجعني كرسي. انا ضميري انا اللي ابن كلب يا حاج. رجعني كرسي يا ابني لو سمحت. انا غلطان اني اشتغلتها يا حاج. انا اللي غلطان اللي بقيت مدرب اصلا يا حاج. انا كنت طباخ. لا حول ولا قوه الا بالله. كنت ايه اللي جابك في الصحافه يا حاج صنباطي ولا كان اسمك ايه؟ مزراتي. مزراتي يا حاج. ايه اللي جابك في الصحافه؟ ايه ده والله ما انا ردت عليك يا حاج. ده ماتش توتنهام. سالتني سؤال عن ماتش يا حاج. ده ديربي مش عايز تسال عن كين امسك كولوفسكي انزل وزي اي حاجه عن ماتش يا حاج. يا رب اموت. يا رب يا حاج. يا رب يا حاج. الماتش ده غير ماتش السيتي. شوف بتتكلم تاني. الماتش ده غير ماتش السيتي. الماتش ده غير ماتش ويست هام اللي خسرنا فيها من الجربوع ده. This is Tottenham. We die tonight here in stadium. Son Kane Daly. Jail. هايبر علبة. We see this face tonight. We kill them all. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيل بسرعة وتحط بسرعة. أسعد بصحبتكم الرائعة في هذا اللقاء وفي هذا الوصف التفصيلي بين فريقي توتنهام كوكي 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 كاك وبين بيسحب له البلورة بيسحب له البلورة وكالعادة يعاوني في احداث هذا اللقاء المذيع المحترم جدا 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 الكابتن محمد حسين راشد. يا مساء النور يا كابتن. مساء النور عليك يا ابو كباتن في ديربي خطير وحاسس ان النهارده هنقول كلام كتير وكبير قوي قوي طبعا قوي. لو جابوا الكاميرا على المدرب الكبير الموريسيو البلابيسيو والمدرب الاخر الذي يحاول ان يدرس ايه ده مالك تخنت ليه من ورا كده؟ انا برضو لسه مع فكره ان احنا نشيل المايكات من قدام المدربين يا ابو كباتن. انا اتمنى قذرة جدا. انا اتمنى انه سوقيه الفاظ سوقيه. انا اتمنى انه في بدايه
الدور الثاني يتم اتخاذ قرار رادع. نخش في المباراة. نخش في المباراة. ادي انطلاقة من ناحية إيمرسون. يوصل الكرة عند حسام عواري، يلعب الكرة حلوة طويلة معدية لعند تيرني. تيرني يلعب واحدة قريبة طويلة حلو. حلو حلو. يلا فينيسيوس. حلو حلو. يا راجل حرام عليك. يا راجل حرام عليك، كان ممكن يبقى فيها كلام كتير جدا جدا. كرة عند سون. هذا الولد الكوري الجنوبي ذو العيون الضيقة. يلعب الكرة عند ديلي علي. توصل الكرة عند سون مرة تانية. يلعب وحده. تصدي البطولة من لينو. تماسك موريسيو. لسه الصفقات جاتش هتشتغل. تصدي قوي تماما. نقدر نقول تصدي الجولة. نقدر نقول لحد دلوقتي ان هذا التصدي سيكون سبب رئيسي في فوز نادي أرسنال اذا استطاع انه يقلب الطاولة. يا ابني هو مش اندومبلي. يا سلام يا لينو. يا سلام يا لينو. حلوة 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 حلوة. عايز تقول يا كابتن محمد؟ يعني انا مش بعرف ازيع قوي غير في اهداف الارسنال زي ما حضرتك تشوف اقولك وقت العودة. بشوفك بتحزق في الحاجات في الاهداف بس في ولكن الأهداف. لسه سون لا. وبو لا. والتصدي البطولة التالي. انا شايف ربع ساعة تلت صدات إيه؟ تاريخية من لينو. ده التصدي ايه ولا ايه؟ هو في ايه؟ دي فلوس حرام دي ولا ايه؟ اللي اشترينا بيها دي فلوس حرام ولا ايه؟ هنقلبها دلوقتي هنقلبها. ايه ارسنال؟ ادي توماس بارتي بيطلع الكرة عند اسحاق. بس يقول لهم موريسيو يوزعوا الملعب. يلا شباب. جيمس. ستريتش يقول لهم. يلعب الكرة كده بطريقة غير منضبطة تخطف تماما. ولكن توماس حفلة مع الكرة. الى ناحية مين عند فينيسيوس. يلا فينيسيوس. عدد وفات. يا مساعد. عدد وفات. يا رب. حلوة حلوة والله العظيم احسن من ستيرلينج. والله كويس. هل نقدر نقول ان فينيسيوس اللي ما دخلش في هذه المنظومة هل للاجهاد ولا لانه ما بينامش كويس يوم التلات ولا لانها مباراة ديربي اوحش من السنة اللي فات. ادي انت لوكو. هنفاجئها. وي والمال ده. حلوة يا عم مارتي. ادي اوديجارد. في وقت الحديث عن الصفقات وعن المسعود ينطلق اوديجارد الادود والتقدم المعهود. يا جانرز مستحيل. يا جانرز مستحيل. يا جانرز ما زال هناك ذخيرة. ما زال هناك مدافع. ما زال هناك. We still believe. We still believe يا كابتن. We still believe. ادي انطلاقة من مارتن اوديجارد عند ساكا. ساكا يدي واحدة كده. ولكن عايز اقولك حاجة يا كابتن محمد. يا ريت تفضل. يا ريت. وهو انا من وجهة نظري المتواضعة التي ليست لها قيمة على الاطلاق. ليها قيمة. ليها قيمة طبعا. شكرك يا كابتن. ولكن اعتقد ان ساكا يجب ان يباع. اعتقد لما موريسيو يسمع تسجيل كهذا هيبقى ليه رأي تاني. قول لي ليه. ليه؟ لانه لاعب بلا قيمة. يا نهار ابيض. ولاعب عالة على الفريق. انا بقول لك كلام. يا خراشي. خلي بالك من حاجة. انا بقول لك كلام عارفه جدا. يا سلام يا لين. خار ابيض على البوزيشننج يا جماعة. لينو شايل يا جماعة فوق الاربع كرات حتى الان كلها اهداف محققة. ولكن انطلاقة ساكا. يلعب كرة حلوة لأوديجارد. عدد وفات. وبوه. اوه اوه اوه. ايه ده ما تعملش على راس كده. ايه حلوة 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 يا حسام. ضربة ركنية. يا سلام فوتها بشكل جميل جدا. يا راجل محسوبة. شفت التمرين دي؟ خطيرة خطيرة خطيرة. ولكن معها صافرة نهاية أحداث الشوط الأول. راكبين بتقدم نادي أرجانرز بهدف مقابل لا شيء. استراحة قصيرة ثم نعاود أحداث الشوط الثاني في إلى غرف خلع الملابس. فريق بيكاكي شوية شوية ننزل رمزي وأوزيل يمسكوا ملعب يمسكوا الكورة. هي ده هو ده الديربي. هو ده هنخليهم يكاكوا في ملعبه. هو ده اللي هتحسم احنا فين في الدوري. Today we make a statement. Today we do a fight. Today we come back.
لو كسبنا النهارده 3-0 اقسم بالله كل واحد ليه بتزايق. اوريسيو في هو وانا نمت ولا انا شفته ده حقيقي في تاخد بالك ايه بيشوح جنبك وعمال يقول حاجات غريبه في بتعمل لهم ايه بتكلمهم ليه انت بتكلمهم ولا ايه اوعى اوعى تعدي حدودك وتكلم لعيبتي من ورايا انت جاي تعمل معايش لا ما تعملش بس هو عايز واقع بيني وبينك ما تعملش كده انا عملت لك حاجه لا ما بس انت شفتني عملت حاجه اوعى كنت كنت جنبك كتف كتف بصدق على بوره اوعى تكلم لعيبتي موريسي والله شوح اقطع لك والله العظيم الورقه المعايشه كلها والله هقطع الورقه الا ورقه المعايشه كلها مكتوب والمصحف الا ورقه كل الاسرار اقطعها لك احترم نفسك انت شفتني احترم نفسك احترم نفسك كان بيقول لك انه نايم لا لا انه بيقول لك انا كنت نايم ولا لا 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 المساعد بتاعي ما تغلطش انا ما غلطت لا لا ده المساعد بتاعي في الاخر ايه بقى هو ده اللي هيحقق معايا السومنيه ايه اجي اجي نمور نمور ولو سمحت كلمه كمان هترجع الماتش الجاي انا كده كده ما اتكلمتش هرجع الماتش الجاي ده بيرد عليا لا 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 لو ناقص كمان يكحكح لي زي حسن الله يرحمه فيها ولد ما كنت بقول عليك كويس انا مفتحت بقي هم قال لك ان هو شغال انا هستناك لما تفتح بقك خالص ما عملتش حاجه خالص قال لك انا ايه ده انا شفته صح ده انا نايم ده وقت خناق يعني انت جاي تبوظ لي الفريق عشان ويست هام يطلع ولا ولا انت قصدك ايه ما عملتش كده خالص انت جاي تاخد المعايشه وتقلب على اللي جابونا ولا ايه موريسيو بلا موريسيو بلا خره خلينا نشوف الماتش ده يخلص ازاي نزل رجلك نزل رجلك انت بتحط رجلك على رجل المدربين اللي خدوا علينا دول بسم الله الرحمن الرحيم العودة مرة أخرى وأحداث الشوط الثاني طبعا عايز أقول حسبي الله ونعم الوكيل لأني ابتديت أنام على نفسي تماما لأن احنا بنصور دايما وهذه اللقاءات بتبقى بتوقيت صعب جدا ليه لأن احنا بنلعب بتوقيت الساعة 4 الفجر ولا بص الواد بص الواد اللي عمال أقول له نفس الكلام عمال أقول له بنلعب بتوقيت الساعة 4 الفجر توقيت اليابان علشان يكون في تسويق للدوري الانجليزي ولكن دايما لما بيقولوا لي يا كابتن محمد اقسم لك بالله تعالى يا كابتن في مباراة اسألهم الساعة كام يا ابني ما تسألش الأجر ولا مين لا الساعة كام الأول لأني ببقى محتاج ان راجل كبير راجل كبير خلص يا أخي خلص لسه الكرة وادي كرة واحدة والتاني حسام وحشة جدا جدا زي ما قلت لك كابتن محمد بسال ليه المباراه الساعه كام ليه مش 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 فارق معايا الفلوس انا تفرق مع صحتي صحتك سيملك بالله عايز بالدنيا بالدنيا شايف لو نبص على الكاميرات واضح ان في علامات خلافيه ما إيه بين تاخد انت بتاخد تلم النضاره ولا ايه ما بين الموريسيو وما بين المعايشه اعتقد ايه ده خلصت معايشتك وخدت النضاره ولا ايه خلص فاعتقد ان هو حاجتك ايه ده ايه ده ايه ده سامع ميكات المدربين قال له انا مش عايز اتكلم بس اللي انت بتقوله ده غلط في الملعب اللي انت هيلبستك غلط ده ايه اللي انا شايفه بعيني ده ايه اللي انا شايفه بعيني ده؟ اعتقد الخلاف دب واعتقد ان العمليه كانت ممنهجه من بدايه الكلام اقسم لك بالله غيب هدف زي ما قيل في الصحافه ده احنا شفنا فيديوهات عمرو خالد حذره تماما وقال له فيديوهات. ده مدرب مصلحجي احنا شفنا فيديوهات ولكن الموريسيو لم يتعظ عملت كده يتعظ عملت كده مع الجون انا شفتك شاف فيديوهات كتير احنا انا شفت عمرو شفته بيعمل كده قلت لك عم الموريسيو بص بقى انت بكل ذوق كده نخلص الماتش ده وتعدي على خير عشان ما نعملش فضيحه في الملعب وتاخد حاجتك وترجع لان انت بنت على حقيقتك قوي تمام بنت على حقيقتك عمرو كان قفشك من اول يوم وكنت انا مكبرك ها انت مدرب صغير قوي يا ولد خلاص واحنا في الماتش كده ايه ما تخليش كونتي بس ايه يحس باللي منا عشان ما يستغلش الوضع بس انت مدرب ادي سوني يرفع واحده طويله يا راجل ايه ده يا جماعه مالكوش دعوه بالخلافات دي نلعب كورتنا يا راجل فاضل يتبقى من الزمن يا كابتن محمد لو ليه كده ليه كده ليه كده تتبقى 20 دقيقه انا عايز اقول ان لو كان الراجل ده مدسوس على ارسنال ما كانش هيعمل كده صحيح ايه اللي بيحصل ده الدنيا باظت في ثواني الكوره ولكن الدنيا مش ما تصغرناش دايما يقول لك الطعنه بتيجي من القريب انا وانت قاعدين قريب من بعض ممكن تديني طعنه ممكن وممكن وارد جدا نشوف الهجمه دي يا راجل ده انت كنت رايح وشك للجول انا حاسس ان اللعيبه اتاثرت جدا بخناقه مالكوش دعوه الاسطوري بتاعهم والولد اللي اتعاملوا معاه بقالهم اكتر من شهر اللي عملوا معايشه
شايف عملت الفريق انا شايفه بيضحك الراجل يعني. بيزعق له وبيضحك انا ما شفتش المشاهد دي خالص قبل كده سم لك بالله حاجه في منتهى الحلوف خالص ادي المعايشات توتنهام هتكسب توتنهام كده هتكسب تبقى ربع ساعة هاري كين معاك كورو يا سلام ولد يا لينو يا ولد يا لينو حسبي الله ونعم الوكيل فيه الكاميرا لقطة حسبي الله ونعم الوكيل ده بدأوا يزقوا بعض ده كان بيقول له انا خدامك يا موريسيو انا عامل لك اللي انت احنا شفنا فيديوهات كلنا على الفيسبوك خروج وعلى تويتر الاوليفر نزول الاوليفر سكيب يعني اسمه اوليفر المتخطي تخطي الاعلان صحيح وخروج الديلي علي ولكن صح يا هل نستطيع يا توتنهام الفوز في هذا اللقاء ام ينتهي هذا اللقاء بالتعادل لسه نشوف يا سلام من وجهة نظر يا ابو الكباتن ان التعادل على ارض توتنهام مكسب مع الخلافات الرهيبة اللي ضجت فجأة بالجهاز الفني لارسنال صحيح بعد كذا فوز منهم اثنين او ثلاثة كلين شيت طبعا قطعا على الاطلاق اتفق معك تماما ولكن هنا نطرح سؤال هل الموريسيو قادر ولا ايه والهدف هو يا جماعه في وقت الحديد بتتعلموا مننا وتيجوا تسرقونا شويه كلام في وقت الحديث عن الطليعه الموريسيو ليس البوتشيتينو وستيل بليف خناقة ليس لها داعي سيرمي النظارة سيلبسها من جديد لبسها الآن الموريسيو وحطها بكل الأعداء وكالعادة كمباك انظر لأوزيل سيم لك بالله كل الأحداث دي أحداث هبسية تمام قفش في ورقة المعايشة الله ده تهال مشاهد غريبة وادي خد النط الله دول ما تهال ورقة المعايشة الحندوم دي رايح ولسه هوبو والتعادل التعادل ده الكلام ده توتنهامي مدسوس ده ويست هامي ده ايه الكلام ده يعني لنداني ده حضنه في بعض التعادل فيه قوم يا التعادل فيه قوم يا اطلع بره فاكر اتعلمت حاجه منك ده انت مالت ده انا بواتك انت فاكر نفسك جامد اعمل كده واعمل كده قول نو مور ده انا روقتك 2-1 انا غلطان ان اديت فرصه ده انت مدرب فقاعه على راي عمر كان عنده حق هو قال لي روح له هيوافق عشان لسه خسران هتديله صفقتين مالت هتريهم نفعوك عمر الزكي كوش ده اولاد مدرب برشلونه كوش ده اولاد الجامد مش واخد اخوه المالت بلاي فوتبول معاك مدرب فقاعه بلاي فوتبول طبعا هذه احداث مؤسفه تماما نشهدها في ملاعبنا الاوروبيه ولكن هل بسبب ان هم ده بيشق يلا يا سون والمشكله ان ده لنداني ويفيدوا التعادل اللنداني هتقوم لوريك ماتش وست هام الجاي اعتقد الكابتن محمد هتقوم لوريك الماتش وست هام الجاي هيمسكوا في بعض ولا ايه انا مش هعمل لقطه هنا بس هيمسكوا في بعض ولا ايه طب شو انت بتمشي عشان ما تعرفش في بعض ولا ايه عشان ما تعرفش تعمل لقطه ما تدروش دي خالص ها أي حاجة ماشي مدرب فقاعة مفيش شوف الصومالية في آخر الموسم قال لك موريسيو بتفرج عليها وبعمل البابلز هعمل بابلز يبقى اعمل البابلز هعمل البابلز كامل اتفرج عليا كامل اتفضل اطلع بره اتفضل اطلع بره بقى 2-1 اطلع بره 2-1 اطلع بره